اليوم مسرح الرامبو عم بيقدم ليلة طربية لذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ. أنا لك على طول خليك لي خد عيني خد الاتنين واسأل فيا من أول يوم من النور. ليلة طربية شارك فيها الجمهور يزن صباغ اللي أدى أجمل أغاني العندليب عبد الحليم حافظ على خشبة مسرح الرينبو، والحفل أقيم بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب، وهيك كانت أجواء الحفل. الحب اللي أنا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني إزاي أنساك أنساك. اليوم مسرح الرينبو عم بيقدم ليلة طربية لذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ اسمها ليلة العندليب، يعني راح نقدم فيها من أحلى الأغاني اللي غناها عبد الحليم حافظ وأشهرهم واللي الناس حافظيتهم طبعا. إن شاء الله يستمتعوا الناس ونقدر كمان يعني نقدم شيء حلو للناس. صراحة عبد الحليم من المدارس اللي كتير مهمة. أنا كموسيقي يعني كان في مرحلة معينة وفترة معينة أكيد يعني درسنا على مدرسة عبد الحليم حافظ وأدينا أغاني وأغاني لا تقل أهمية عن أغاني عبد الوهاب، وعلى يعني هم مدارس مختلفة وعبد الحليم هو مدرسة بحد ذاتها. يعني شكرا أول إشي لقدومهم للحفلة وإن شاء الله بيستمتعوا.